دكتور عاطف الشيطاني، مستشار السكان والصحة الإنجابية في وزارة التضامن الاجتماعي. أنا هبص له هو ولا مش كده؟ بص لك أنت. النهاردة وزارة التضامن عاملة احتفالية في نهاية حملة قومية بتنفذها الفترة اللي فاتت علشان تلقي الضوء على قضية مزمنة داخل مصر، قضية ضحاياها دايما هو بيكون الأطفال، قضية من الصعب أن أنا أتعامل معها بدليل أنها خدت فترة طويلة جدا، والحكومة والمجتمع بيحاول يتحرك اتجاهها، بس طبعا من الواضح علشان هي قضية مجتمعية متغلغلة في بعض المجتمعات بشكل معين، وهي قضية زواج الأطفال، كان لابد من أن وزارة التضامن الاجتماعي كان لازم تعمل حاجة علشان تقدر تحرك المجتمع ناحية القضية، لأنه فيش أبدا مؤسسة حكومية أو أي مصلحة حكومية تقدر تتحرك لوحدها، لازم المجتمع يشارك، لأن القضية دي جوه المجتمع مش محتاجة خدمة. عشان كده النهاردة لما احنا بنقول إن الأطفال وزواج الأطفال أو زواج القاصرات أو زواج المبكر هو بيحمل مخاطر على أطفالنا، فلازم الناس تفهم أبعاد المشكلة. البنت ممكن بسهولة جدا خصوصا في الأسر الفقيرة ممكن تتسرب من التعليم من غير ما حد يحس بيها، ممكن تتعرض لتجربة الزواج بدون ما تكتمل حتى شخصيتها، نفسيتها، جسمها، ما يقدرش يستحمل حمل، إنما هي بتتعرض لتجربة مريرة، وهي المشكلة إنها تتعرض في صمت. المشكلة التانية إنها ممكن تتعرض، وطبعا تبقى للقانون إن اللي ما بيوثقش الجواز إلا بعد 18 سنة ممكن بنت 14 سنة 15 سنة تتجوز ومحدش يعرف، لأن الجواز بيبقى عرفي يعني، وده طبعا بيعرضها لمشاكل كتيرة جدا، لأنها ممكن تخلف وممكن تعيش مشاكل مع جوزها، وممكن تتعرض لظروف يعني تأثر على مستقبلها ومستقبل أطفالها. يعني قضية كل فيها خسران، المجتمع خسران، اللي بيخسر إنسان كان ممكن يكون منتج في الزمن، الأم الطفل اللي بيتولد لهذه الأم خسران، لأنه مش ممكن أبدا هيتربى على يد طفلة ويبقى له مستقبل مضمون. الأب نفسه خسران، لأن الأب لو كان راجل كبير هو طبعا بيتجوز البنات الصغيرة مش عشان يكون أسرة، هو مجرد ما بيخلص الهدف من الجواز بتاعه هو بينصرف عنه، حتى لو كان الزوج ده عيل صغير فهو غير صالح أصلا لتربية نشء جديد. الأسرة والمجتمع اللي بيبقى فيه الزواج ده بيحصل طبعا بيبقى كله خلفيات، نقدر نقوله ببساطة بصراحة إن الفقر هو أساس كل المشاكل. ما بتلاقيش أسر أغنية أبدا تفكر بالطريقة دي كلها. مجرد ما البنت تتعلم ويبقى في إصرار مجتمع على إنها تستكمل تعليمها هو بيحل كل المشاكل. البنت لما توصل لدرجة إن هي عندها شخصية تقدر تاخد فيها قرار سليم، تقدر تعرف تحلم، تقدر تخطط لمستقبلها، محدش يقدر يجبرها على الزواج. علشان كده الفقر بيسبب مشاكل، عدم قدرة الوالدين على إنهم يدفعوا مصاريف التعليم، بيحسوا إن الزواج ده ممكن يكون سترة للبنات، بيخفف عنهم العباء المالية علشان يقدروا يربوا العيال التاني. عادة بتكون الأسرة كثيرة العدد وبتعمل مشكلة عندها، فالبنت بتبقى ضحية للظروف اللي بيعيشوا أهلها وما بتفوقش بعد كده إلا بعد سنين، وبتخش في دوامة الفقر، لأن هو الفقر بيولد فقر. وعلشان كده برضو أنا أحب أنوه أن يمكن برنامج تكافل وكرامة اللي بتنفذه وزارة التضامن، كرامة تكافل بالذات، برنامج تكافل بيدوا للفقراء فلوس دعم نقدي مشروط. الفترة اللي فاتت تم وضع شرط يمكن أول مرة في تاريخ مصر، يعني تكافل وكرامة بتعامل مع ملايين من الأسر،
استبعاد الأسرة أصبح دلوقتي من البرنامج وانقطاع الدعم عنها بقى خطر من ساعة الشرط ده ما اتحط، اللي هو إذا تم اكتشاف زواج أطفال في الأسرة هيتم استبعادها من البرنامج. من المهم في الفترة اللي جاية إن الإعلام يلقي ضوء على هذا الموضوع لأن ده الوسيلة الأكثر انتشاراً. من المهم إن الأسر الفقيرة تبقى فاهمة كويس جداً إن الحكومة لما بتمنع حاجة مش بتمنع لمجرد التسلط، هي بتمنع لصالح الطفل ولصالح حقوق الطفل. الناس لازم تفهم إن أنت كل ما بتصرف على ابنك أو بنتك أو طفلك الصغير في التعليم أنت في الآخر بتجني ثمار بأنه يكون عنده شخصية، بيكون عنده وظيفة، بيكون عنده مستقبل، يقدر يكون سند لأبوه وأمه في المستقبل. إنما علشان الفقير بيبقى هش ما بيستحملش الظروف وبيضطر يضحي بالأطفال علشان يقدر يخفف عن نفسه أعباء الفقر. فهي قضية زواج الأطفال قضية معقدة ومركبة. وزارة التضامن طبعا إذا كانت بتتحرك مش بالاتجاه ده أعتقد، فأنا أعتقد أن مع وزارة التضامن لابد من جهات العديدة الحكومية وغير الحكومية.